السلام عليكم، مرحبا بالجميع، مرحبا بمتتبعين قناة خالد الهريم. دائما في سلسلة رجال السلطة وصلنا للمحور الثاني، مواكبة وتتبع المجالس الجماعية. يطلع جهاز رجال السلطة بمهامهم بناء على تعيينهم من طرف الإدارة المركزية للقيام بمواكبة وتتبع تدخلات الجماعة الترابية في مختلف المجالات. ويتوفر هؤلاء على جملة من الاختصاصات في هذا الباب، حيث تنص المادة 33 من القانون التنظيمي الجماعي 113/14 على أن يحضر عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثل دورات مجلس الجماعة ولا يشارك في التصويت، ويمكن أن يقدم بمبادرة منه أو بطلب من الرئيس أو أعضاء المجلس جميع الملاحظات والتوضيحات المتعلقة بالقضايا المتداول في شأنها. إن حضور رجل السلطة للدورات التي تعقدها المجالس الجماعية والإمكانية التي يتيحها له القانون لتقديم جميع التوضيحات والملاحظات المتصلة بالنقط المدرجة في جدول الأعمال يعد فرصة يتمكن من خلالها من تنوير المجلس والعموم حول النقط المدرجة في جدول الأعمال والإشكالات التي قد يثيرها جدول الأعمال. كما يعد رجل السلطة قوة اقتراحية يمكن للمجلس الاعتماد عليها في إعداد برامج تنموية وفي اتخاذ بعض المقررات، وفي ذلك تفعيل لدور المساعدة منصوص عليه بموجب الفصل 145 من الدستور الذي أسند للولاة والعمال مهمة مساعدة الجماعات الترابية على النحو السالف الإشارة إليه. وإن كان استغلال هذا الاختصاص من قبل رجال السلطة للمساس بحرية الجماعات الترابية وتهديد الديمقراطية المحلية يظل واردا إذا لم يتم وضع حدود وضوابط لشكل وطبيعة هذه المساعدة. وقد يهدف رجل السلطة من خلال مبادرة بإبداء بعض الملاحظات ذات الارتباط بجدول الأعمال تبرأت ذمته من إمكانية اتخاذ بعض المواقف أو المقررات التي لا تتماشى والحاجات الفعلية والحقيقية للجماعة نتيجة الاعتبارات غير معقولة لا تراعي المعطيات والإكراهات الموضوعية، كما هو الحال عند اتخاذ مقررات لتصفية حسابات سياسية. وهذا الوضع كفيل بالتأثير على السلم الاجتماعي ودفع الساكنة التي قد تتضرر من مقررات المجلس إلى الاحتجاج واستنكار نتائج التصويت على المقررات. ولتفادي مثل هذه الحالات يلجأ رجل السلطة إلى التدخل لخفض مستويات التوتر والتحقيق نوع من التوازن بين مساوئ تحكم الأغلبية المسيرة للمجلس من جهة والعمل على تصويب بعض الأخطاء الناجمة عن التدبير السياسي جراء تمرير بعض المقررات التي من شأن اتخاذها المساس بالسلم الاجتماعي وبالنظام العام من جهة أخرى. وأمام هذا الوضع يكون رجل السلطة الذي غالبا ما يتلقى شكايات الساكنة والفئات المتضررة من نتائج الحسابات السياسة مطالبا إما بضغط من المتضررين أو بناء على تقديره الشخصي مبني على وقوفه الفعلي على معطيات الواقع الميداني، بإثارة انتباه المجلس وتنبيهه خلال الدورات التي تجري أشغال جلستها أمام العموم. من حيث المبدأ إلى ضرورة التدخل لمعالجة تلك الشكايات وأخذها بعين الاعتبار، وبذلك فهو يضمن نوعا من التوازن ويساهم في معالجة بعض الاختلالات المسجلة، خصوصا وأن نظرته للأمور تكون في الغالب الأعم من الحالات نظرة محايدة وبعيدة عن منطق الدائرة الانتخابية التي يتعامل به المنتخبون، علما أن هذا لا ينفي بالمقابل نزوع بعض رجال السلطة ولجملة من الاعتبارات نحو تغليب توجهات ومصالح بعض الأطراف السياسية دون غيرها، مما يضرب في مصداقيتهم ويجعلهم عرضة للانتقاد نتيجة مساسهم بمرتكزات الديمقراطية المحلية المبنية على ترك الحرية التداول
والتقرير للمجالس المنتخبة. فمع أن ملاحظات وتوضيحات رجل السلطة تبقى غير ملزمة من الناحية القانونية، وتقدم على سبيل استثناء لتنوير مكونات المجلس، فإنها تكتسي أهمية بالغة من الناحية العملية بالنظر لحجم التأثير الذي يمارسه على المنتخبين، خاصة بالمناطق القروية التي يعتبر فيها رجل السلطة فاعلا محليا له وضعه الاعتباري وامتداده داخل بنية المجتمع المحلي، أخذا بعين الاعتبار المؤهلات التي يتمتع بها رجل السلطة وقوة شخصيتهم وحسن تواصلهم مع الساكنة ومع النخب ومجموع الفاعلين المحليين المستفيدين في ذلك من التكوين النظري والعملي الذي خضعوا له بالمعهد الملكي للإدارة الترابية، ومن تجربتهم التي راكموا من خلال تمرسهم واحتكاكهم بمختلف مكونات المجتمع المحلي من منتخبين وأعيان وجمعيات للمجتمع المدني وفاعلين اقتصاديين وغيرهم. وغالبا ما يكون رجل السلطة حريصا على تضمين تدخلاته بمحاضر الدورات للرجوع إليها عند الحاجة، وتظل تلك الملاحظات أداة مهمة تتم الاستعانة بها في حالة عديدة، سواء بمناسبة النزاعات القضائية التي تثار بين الفاعلين السياسيين، أو عند تحديد مسؤوليات في حالات أخرى حيث قد يتحكم إليها لمعرفة ظروف وملابسات بعض الأمور. وتزداد قوة حضور رجل السلطة في الإمكانات القانونية التي خول له المشرع بمقتضاها ممارسة بعض الصلاحيات ذات الطابع اللامركزي في الأساس، كما هو الحال في تنصيص مادة 37 من القانون 113/14 على حق رجل السلطة في المبادرة لعقد دورة استثنائية، والتي هي إمكانية قانونية يمارسها في الأصل رئيس المجلس وثلثي أعضاء مزاولين مهامهم على الأقل بناء على ما جاء في المادة 36 من نفس القانون التنظيمي. يضاف إلى ذلك اختصاص رجال السلطة باقتراح إدراج النقط بجدول الأعمال، حيث نصت المادة 39 أنه تدرج بحكم القانون في جدول الأعمال النقط الإضافية التي يقترح عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه، ولا سيما تلك التي تكتسي طابعا استعجاليا، على أن يتم إشعار الرئيس بها داخل أجل 8 أيام ابتداء من تاريخ توصل العامل بجدول الأعمال. ويمكن حق التعرض على إدراج نقط في جدول الأعمال السلطة المحلية من اتقاء رفض مقررات تصف بعدم المشروعية وتتعلق بميدان لا يدخل في نطاق اختصاصات الجماعة أو صلاحية المجلس، على أن يبلغ هذا التعرض معللا لرئيس المجلس داخل أجل 8 أيام حسب المادة 41 من القانون التنظيمي الجماعي. وإذا وقع توقيف أو حل مجلس الجامعة لأي سبب من الأسباب، وجب تعيين لجنة خاصة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية يترأسها العامل أو من ينوب عنه، وترتيبا على ذلك يقوم رجل السلطة مقام رئيس المجلس في تصريف الأمور الجارية بالجماعة بواسطة اللجنة التي يترأسها لهذه الغاية نيابة عن عامل العمالة أو الإقليم، كما جاء في أحكام المادة 74 من القانون التنظيمي الجماعي 113/14. وتصل الاختصاصات اللامركزية لرجل السلطة أوجهها في حالة حلوله محل رئيس المجلس في القيام بالأعمال التي امتنع هذا الأخير عن القيام بها حسب ما تنص عليه المادة 76 من نفس القانون. من جملة ما سبق يتضح أن رجل السلطة يتوفر على مجموعة من الاختصاصات التي يمارسها بالجماعة الترابية، وتجعل منه طرفا أساسيا داخل المجالس الجماعية يمكنه المساهمة في الديمقراطية المحلية، بالرغم من بعض المواقف التي تنظر بتوجس لتواجد مؤسسة رجل السلطة بالجماعة الترابية، مستندة في ذلك إلى تبريرات خارج النصوص القانونية، ولا تحركها في الغالب اعتبارات المصلحة العامة أو أهداف تقوية الديمقراطية المحلية، علما أن السلطة القانون تظل فوق سلطة ممثل السلطة المركزية وممثل السلطة المنتخبة على سواء، وذلك تحت طائلة الخضوع للرقابة
يشقيها بشقيها الإدارية والقضائية التي تعززت في المنظومة التشريعية الجديدة المؤطرة للامركزية الترابية، وهو ما يعتبر ضمانة قوية وحصانة إضافية للديمقراطية المحلية. شكرا لكم، وإلى فيديو آخر. دائما معكم خالد العريم، وكيل عقاري مدينة الدار البيضاء. اشتراك واشتراك واشتراك وريكومونتير وديروا تدخلات بيناتكم، وشكرا جزيلا.